شكل زين، لان هم هذا حقهم من جانب، ومن جانب اخرى يعني انجبروا لان الحكومه ما تخلي ولا يعني ماكو اي حريه بالايران حتى النظام السلمي. لذلك هاي التنظيمات واشخاص ينجبرون مثل يختارون السلاح. لذلك انا احترم هذا الاختيار، لكن انا مخالف هذا الاسلوب، مخالف لان انا اقول ما يساعد هاي الشعوب، لان الحكومه هي هاي اللي تريده، الحكومه اللي تريده بين ترفيع شعارات راديكاليه، تريد العالم كلها تروح يعني للتطرف، بحيث يقدرون عندهم الالات يضربون ويقتلون الاف مئات الاف زين، ويروحون للعالم يقولون هذول ارهابيين، لان الناس ينقتلون وغير يعني. لذلك انا خالفت الحكومه البريطانيه بان شلون يخلون انا هاي الحكومه تحط اسمي كانا مثل ارهابي، وانا ادافع من عمل السلاح وغير وغير. لا، انا ما ادعم، انا احترم الاشخاص، انا احترم نضالهم واختيار سلوكهم، بس انا ادري لان أنا عايش بالغرب، ادري كيف الرأي العالمي والدول الغربية يفكرون، ما يوافقون بهاي بشكل. اليوم المنظمات المطروحة بالعالم والناجحة منظمات قدروا يأثرون على الرأي العام الدولي، ورأي العام الدولي ما يستطيع وما يقبل. لذلك بشوف الحكومة عمدا تريد تخرب وجهة حركتنا ونضالنا السلمي، وأنا شخصيا زين، وتريد يعني ما تخلي تميز. هناك تميز، هناك النضال إذا من يمين إلى يسار، من المناضلين اللي يناضلون بالأسلاح ولهم احترام، لكن هناك مثلنا احنا معتقدين بالنضال السلمي. نعم. بالنضال يعني النضال يغير النظام ويوصل حكومة ديمقراطية زين، وحق تغيير المصير من جانب عمل جماعي، عمل جمهوري. العمل الجمهوري الحكومة ما تقدر، ما تقدر تواجه عمل الجمهوري. نعم. والله إذا هم يقدرون يقتلون، يعني يقتلون يوميا، شعبنا العربي الأهوازي يوميا يعاني من هذا القتل والجرح وهذا، لكن أنا برأيي هاي الحكومة فاشلة. نعم. فاشلة، لأن إذا هذا العمل زين. دكتور حضرتك يعني بخلال الكلام أشرت إلى موضوع استشهاد أهوازيين مؤخرا، 3 في الحميدية وقبلها أيضا إعدام 5 من الأهوازيين، ولجنة حقوق الإنسان الأهوازية أيضا قامت ب يعني إرسال هذه التقارير للجان حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، وأيضا هذا الشهداء اللي سقطوا هو من أجل الدفاع عن أرضهم ومن عن يعني وجودهم وكيانهم. يعني ما هو شعبنا بالأهواز يقدر يقوم به من أجل الحفاظ على هويته ومن أجل الحفاظ على أرضه، وأنه هذه الأرض لا تروح وهويته لا تروح؟ ما هو يعني اللي شعبنا لازم يكون مستمسك به حتى لا يفقد هذه الهوية، أو ما هي نصيحتك؟ أنا برأيي كون يقابل الحكومة بشكل جمهوري قلب. نعم. يعني اليوم كنا ندري مثل الحكومة حتى ما تنفذ دستورها قانونها. نعم. لأن في دستور الجمهورية الإسلامية مادة 15 مثل
كانوا يسجنون نفر نفرين خمس نفرات، لكن انسان هنا يقدر منظماتنا حقوق الانسان وكأنا وغيري نقدر للعالم نروح يوميا نقول شوف العالم الحكومه الدكتاتوريه الجمهوريه الاسلاميه ما تقبل حتى دستورها زين. العالم كون الشعب العربي الاهوازي من منظمات مدنيه وغير طلاب وعمال وفلاحين كون يقولون يقومون بمظاهرات كان الدستور الايراني مثل ماده 48 تقول توزيع الثروه بين المحافظات زين، يعني التنظيم وتوزيع الثروه بين المحافظات يكون مثل ما ادري 10%، بس العالم كله تدري احنا شعبنا شعب مضطهد مظلوم زين، وكما يتوفر يعني حكومه تطلع 90% من النفط والغاز من اراضينا، لكن شعبنا فقير، شعبنا يعني هناك اكو العالم تدري بان تقريبا ثلث من الطلاب الاهوازيين يتركون الدراسه في مراحل الابتدائيه. نعم. والطلاب الاهواز يتركون المدرسه 50% في مراحل الاعداديه وال 60 الى 70% بالمرحله الثانويه. هذا ما هو المعني. نعم. يعني بعد هذول يطلون فقراء. يعني الحق قصدي لجوابك الشعب الى حق. نعم. من ياخذون ويسرقون اراضيه، من ياخذون 20,000 هكتار من اراضيه ويعطونه القصب السكر، من ياخذون 47,000 هكتار باسم ايسار جرام بجوفير عبادان يعطونه للحرس الثوري، من ياخذون 25,000 هكتار من الشعب في الشوش وغير، هذا الشعب له حق ويناضل ولا يخاف، لا يخاف، خلي يقتلون، خلي يسجنون، لكن هذا عمل الجماعي زين ما يقدر عليه الحكومه. لذلك يهاجم التنظيمات مثلي انا وغيري اللي يناضلون بالحركه السلميه. لذلك بطهران ومحافظات اخرى تشوفون بان الحكومه الحقيقه تريد تضغط على النهضه بان يروحون يصيرون راديكاليين زين من حيث تقدر تضربهم. لذلك انا برايي الشعب كون شعبنا الشجاع، شعبنا يعاني من اي من 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 اشكال اشكال الحرمان. نعم. بس كون يقومون بحركه بنضال جماعي زين، يشكلون تنظيمات عامه مدنيه طلاب عمال فلاحين نساء زين، من حيث نعم. شكرا لك دكتور. نعم. صوت الاهواز بالخارج، نشطاء الاهواز بالخارج، نشطاء حقوق الاهواز حقوق الانسان الاهوازي بالخارج، بعدين يقدرون يقومون ويستمرون بهاي الحمله الاعلاميه اللي قمنا بها.